بس اذا ممكن تغلقون المايك لان بيظهر الصوت عندي هوايه. على كل حال، الاول موضوع راح ناخذه هو تمثيل السيتس. السيتس هو مجموعه من العناصر، راح نفرز بيناتهم عن طريق فواصل، وبالنهايه راح نغلقهم ببراكتس تو براكتس اقواس. فعمليه تمثيل السيتس راح نشوف بالخطوه رقم واحد. مثلا السيت اي هو متكون من 3 عناصر، 1 و2 و3، وبيناتهم فارزه واكو قوسين. ممكن يكون السيت مثل بي اللي هي اي وبي وسي ودي، ايضا بيناتهم فاصله وقوسين. هذا اول طريقه للتمثيل. هذا عندما يكون السيت نوعا ما حجمه قليل وبعدد محدود من العناصر. لكن في بعض الاحيان راح يكون السيت بعدد كبير من العناصر، لذلك راح اضطر الى تعريف خواصه، يعني مو ادراج العناصر مالته وانما تعريف الخواص مالته. يعني مثلا خلينا ناخذ مثلا بالخطوه الثانيه سيت نوع اي. سيت نوع اي متكون من عده عناصر اللي هي اكس، والاكس الخاصيه مالته اعداد زوجيه ايفن نمبر، يعني عدد زوجي، والاكس اكبر من الصفر، يعني اقصد بيه الاكس حاليا 0 2 4 6 الى ما لا نهايه. هنا ما ذكرت العناصر وانما ذكرت تعريف للخواص هذه السيت. فقلت الاكس اللي هو عنصر بالاي هو عباره عن ايفن نمبر عدد زوجي، والخاصيه الثانيه اكس اكبر من الصفر، يعني الاكس ما ياخذ بالسالب، معناها راح ياخذ فقط الاعداد الزوجيه اللي هي اكبر من الصفر. او عندنا نوع ثاني بي هو مجموعه الاعداد الفرديه اللي هي اصغر من الصفر العشره، او مجموعه سي اللي هي مجموعه الاعداد الاوليه. اذا بالتمثيل النوع الثاني انه اني اذكر خصائص السيت، زوجي فردي اكبر من الصفر اصغر من الصفر، وهذا استخدمها ويا السيت اللي عناصره كلش كبير حتى لا اضطر اكتبها كلها، فقط اعرف خصائص مالها. النوع الثالث من التمثيل هو يسموه الفين ريبريزنتيشن. الفين ريبريزنتيشن راح نعرفها بسلايد كامل بعد سلايدين او ثلاثه. فبالتالي انا عندي 3 انواع من التمثيل. انما اولا اما اذكر العناصر دايركتلي، وهذا مفيد عندما يكون عدد العناصر محدود. اثنين اذكر خصائص العناصر، وهذه يفيدني من يكون عدد العناصر نوعا ما كبير. والطريقه الثالثه اللي هي تمثيل العناصر، وهو طريقه الفن، واللي هو راح ينطيني فهم اكثر للعمليه، يعني مثل ما نلاحظ بالسلايدات القادمه. زين، الان اني عندي مجموعه اوبريشن او عندي مجموعه رموز استخدمها ويا السيتس، راح اشرحها بهذا بس اذا ممكن لحظه، لانه دا اسوي ادمت لل نجي على خاصية اسمها السب سيت. إذا عندنا تو سيتس مثل سيت A وسيت B، راح يكون هذا مكتوب بالخط الأحمر أي محتوات B، يعني سيت A راح يكون هو خلينا نقول جزء من السيت B. شو وقت إذا كان جميع عناصر A موجودة B، هذه أسميه محتوات، يعني A راح تكون محتوات B. خلينا نشوف الاكزامبل. ليت اي بي 3 عناصر 2 4 6 هذه الاي، والبي هو 6 و4 و8 و2، وبدنا نلاحظ انه جميع عناصر اي اللي هي 2 و4 و6 موجوده بالبي مع اختلاف الترتيب، ما عندنا مشكله. فبالتالي هنا نقدر نقول الاي هي سبسيت او جزء من البي.
اوكي بس لانه دا اسوي ادمت فبس اوكي زين. فاذا عرفنا الى خاصيه اسمها السبسيت. السبسيت تعني انه من اقول اي محتويات بي تعني انه جميع العناصر اللي موجوده باي هي موجوده بي، فبالتالي اي تكون سبسيت من بي، هذه نسميها السبسيت. بس اذا ممكن دقيقه الخاصية الثالثة هي equality of set. يعني احنا عرفنا set، عرفنا subset. الخاصية الثالثة اللي راح نعرفها هي equality. equality يعني ايش وقت تكون subset متساوية، هذه عملية يساوي، يعني ايش وقت تكون ال A تساوي B. ال A تساوي B عندما تكون جميع عناصر اللي موجودة بالست A هي مساوية للعناصر الموجودة بالليست B مع اختلاف، حتى لو الترتيب يكون مختلف، نقول A تساوي B، فنلاحظ هنا A B 2 3 5 ونلاحظ B B 5 2 3 ونلاحظ انه رغم انه العناصر مختلفة بالترتيب لكن متساوي نفس العناصر، هي ثلاث عناصر بثلاث عناصر، اثنين موجودة موجودة، ثلاثة موجودة، الخمسة موجودة، فبالتالي هنا راح نقدر نقول انه A تساوي B. اوكي؟ زين. نجي نتعرف يسموها سبيشال سيت. هي عناصر لازم نتعرف عليها والى رموز ثابته، يعني اي كتاب ديسكريت ماثماتكس راح تلقي هذه الرموز هي نفسها ثابته. من اقول اول نقطه، من اقول باي، الباي تعني امبتي سيت، يعني سيت فارغ. باي تعني امبتي سيت. من اقول يو، اليو اعني بها اليونيفرس سيت او اليونيفرسال سيت، يعني مجموعه الاصليه الكبيره كلش، يعني اللي تحتوي كل المجامع البقيه. من اقول ان، الان معناها الناتشرال نمبر، كل الاعداد ناتشرال نمبر اقصد بها كل الاعداد اللي هي موجبه وما بها كسور، يعني 0 1 2 3 4 وهكذا، هذه ارمز لها دائما بالمحاضرات او بالسلايدات القادمه راح ارمز لها بالرمز ان. من اقول زد هو كل الاعداد اللي هي بدون كسور الموجبه والسالبه، فراح اشوف الان هي جزء من الزد، يعني الان هي الموجبه اللي ما بها كسور، بينما الزد الموجبه والسالبه ايضا اللي بدون كسور، اقصد يعني بدون بوينت او بدون اي كسر اخر. من اقول كيو هي الاعداد الكسريه الراشنال اللي هي واحد ونص واحد وربع، والكسر هنا به عمليه قسمه. الار اقصد بها الريل نمبر، الريل نمبر يعني 1.35 1.6 10.37 يعني اللي بها كسور اللي هي بوينت. واخر شيء الكومبلكس نمبر، اتصور ما اعرف اذا ماخذها بالثانوية او لا، اللي هي تحتوي على الرمز اي. اكثر شيء راح يكون تركيزنا على اليو والباي واليو والان والزد. بس اكو ملاحظة كلش مهمة، الان محتوات بزد والزد محتوات بكيو والكيو محتوات بالار والار محتوات بالسي. يعني المحتويات قلنا يعني سبسيت، يعني كل عناصر اللي موجوده بالان موجوده بالزد، وكل العناصر اللي موجوده بالزد موجوده بالكيو. وقلنا الان هي شنو هي؟ كل الاعداد
اللي هي موجبه بدون كسور، يعني 1 0 1 2 3 وهكذا الزيت. وقلنا اكو ايضا رمزين الباي واليو، الباي راح يرمز الى اي سيت فارغ، واليو راح يرمز الى اليونيفرسال سيت اللي هو السيت اللي بي كل العمليات او كل السيتس البقيه الاخرى. زين، هذا اليونيفرسال سيت، فخلينا نتخيله على شكل مستطيل. خلينا نتخيل عندي سيتين، طبعا اليونيفرسال سيت انا اعطيك اياه بالسؤال، اما اقول لك اليونيفرسال سيت هل قد قيمته او اعطيك فد وصف له. بس هنا ايش نفتهم؟ نفتهم انه انا عندي ثلاث مجاميع اي وبي واليو اللي هو اليونيفرسال، والاي هو بي عنصرين 3 و5، والبي بي ثلاث عناصر 1 و7 و9، واليونيفرسال بي كل هالعناصر، يعني إضافة إلى 3 و5 و1 و7 و9 يضاف إلها 11 و13 و17، فاليونيفرسال يشمل الكل. الآن ليش رسمت أي عن بي منفصلة ما متقاطعين؟ لأنه ماكو بيناتهم عنصر مشترك. لو كان اكو بيناتهم عنصر مشترك كان رسمت ذني البيضويات الاثنين متقاطعه في جزء معين. القصد من هذه العمليه انه اني راح امثل الشغل مالتي كله بهالسيستم. عندي اليونيفرسال المجموعه الرئيسيه الاساسيه، وعندي سب سيت من عندها اللي هي اي وبي، وقد ايضا اكو بعض العناصر تابعه لليونيفرسال بس ما تابعه لاي جزء آخر. هذه العملية أسميها اليونيفرسال سيت. هذه تعطى في السؤال، تعطى في السؤال أما كأرقام كليست أو تعطى في السؤال كوصف، يعني مثلا اليونيفرسال سيت هي مجموعة الأعداد الفردية أو مجموعة الأعداد الزوجية حسب الصيغة بالنسبة للسؤال. بالنسبة للإمبتي سيت، الإمبتي سيت هي السيت اللي ما بي ولا أي عنصر. يعني مثلا خلينا نشوف، هنا نعطيك مثال. الان تحتوي على اكس، والاكس هو ينتمي للمجموعه الاعداد الطبيعيه يعني من الصفر الموجبه، والاكس هو بين 3 و4. لاحظ هذه امبتي سيت. ليش؟ لانه ما دام بدي اقول لك الاكس تنتمي للان، فمعناها الان هي الاكس هي عدد موجب ما بيكسر، وبما انه ماكو عدد ما بيكسر بين 3 و4، فاذا هذه راح اسميها امبتي سيت. ما اعرف اذا واضحه او ان شاء الله اقدر افتح لكم المناقشه وراها. اعيد، عندي فد سيت اسمه ان، هو مو ان اسمه، بمجموعه عناصر اسمها اكس، والاكس بخاصيتين. الخاصية الأولى الإكس ينتمي للأعداد الطبيعية natural integer أو natural number، يعني 0 1 2 3، يعني عدد موجب ما بيكسر. الخاصية الثانية للإكس إنه بين 3 و4. الآن هل يقدر أي طالب يجيب لي رقم بين 3 و4 وما بيكسر؟ مستحيل. فبالتالي هذا هنا أنا أسميه امبتي سيت، يعني وصفته للسيت اني بس بعدين ما لقيت ولا عنصر تنطبق عليها المواصفات فسميته عباره عن امبتي سيت. اوكي، بي متكونه من مجموعه عناصر، هاي مجموعه العناصر راح اسميها اكس. الاكس بي خاصيتين، اول شيء لازم كومبوزيت نمبر، ولازم يكون اقل من الاربعة. الكومبوزيت نمبر هو بوزيتيف انتجر نمبر، يعني رقم موجب ما بيكسر. لذلك ايضا هنا ما راح القي رقم اقل من الاربعة مو اولي. الكومبوزيت نمبر يعني الرقم اللي هو مو برايم، احنا عندنا كومبوزيت وعندنا برايم. البرايم يعني اولي، الكومبوزيت يعني مو اولي، فبالتالي ايضا راح تكون هذه العمل امبتي، البي امبتي. اريدك تلاحظ ملاحظه مهمه،
من اقول باي تساوي يعني الباي من اقول لك ادي ليست من اقول ادي ليست به عنصر واحد هو صفر، هذه مو معناها انه هذه ليست باي، يعني معناها سيت بعنصر واحد قيمته صفر، فاذا هذا مو باي لحد لا يكون، يعني الستيت من يكون به صفر هذا مو معناه انه امبتي، وانما لا هو عباره عن سيت بعنصر واحد قيمته صفر. بالتالي من هنا راح اقول امبتي سيت اللي هو السيت اللي ما به ولا عنصر. مرات اعطيك فد خصائص لهذا السيت، بس انت من تجي تنتبه على هالخصائص تلقي ولا خاصيه تنطبق عليها الشروط، فبالتالي راح يكون السيت فارغ. ادي الديسجوينت سيت ايضا مصطلح اخر. هسه احنا ايش اخذنا؟ اخذنا اليونيفرسال، اخذنا الامبتي، اخذنا المحتويات. راح ناخذ الديسجوينت سيت. الديسجوينت سيت هي بس الصوت الله يخليكم، بس على كلام موديج بس الصوت الله يخليكم، رحم الوالديكم دكتور. شو كنت مسألك؟ لحد الآن اللي يريد يتناقش في شيء خليه يسأل إذا أكو سؤال، إذا يريدون نكمل نكمل ما في مشكلة. أنا من البداية أتناقش. شون؟ خامس نقطة دكتور. خامس نقطة. المثال مالته ما فهمت. هذه؟ أي هذا. أوكي. المقصود باليونيفرسال سيت يعني هو السيت الأساسي اللي يحتوي كل شيء. يعني راح ألقي مثلاً الأي بي قيم 3 و5 وراح ألقي البي 1 و7 و9، بس راح ألقي السيت أشمل من عندهم اللي يحتوي الأي والبي وأيضاً بعض عناصر أخرى. فاليونيفرسال سيت هنا هو يحتوي 3 و5 و1 و7 و9، يعني أي وبي يضاف إلها 11 و13 و17، بمعنى يحتوي يعني هو السيت اللي يحتوي الكل، يعني اللي هو احنا اللي نشتغل تحت المظله مالته. يعني بعرف لا واضح او لا؟ لا دكتور مو واضح زين دكتور. هذا من البالدوائر شنو؟ البالدائره. وهذا من الواحد من شنو؟ هذا نسميه فين دايجرام، يعني نمثل السيتس عباره عن شيبس حتى تكون العمليه مفهومه اكثر. يعني اذا تنتظرني شوي حتى يطلع الفين دايجرام حتى نفتهم الشكل اكثر، بس راح اشرح لك اياها على السرعه وبعدين راح اشرح لك اياها بشكل مفصل. اوكي. كل سيت ممكن امثله، يعني هذه احنا نشتغل على شكل اشكال مو نشتغل على شكل كتابه، يعني وياي لو لا. فبالتالي هنا هذا الشكل البيضاوي هو يمثل لي سيت اسمه اي بعنصرين 3 و5. ممكن اكتب لك اياها، بس في بعض الاحيان من نسوي جراف راح تكون شويه اوضح العمليه. فبالتالي هذا كل دائره او كل اوفر نسميه اللي هو شكل بيضاوي يحتوي على اسم ومجموعه عناصر، بمعنى انه هذا للاعلى الاوفال او الشكل البيضاوي هو سيت بعنصرين 3 و5. وعندي ايضا سيت ثاني بي اللي هو 7 و9 و1. وعندي اليونيفرسال سيت اللي هو يشمل الاي ويشمل البي ويشمل عناصر اضافيه 11 و13 و17. يعني اذا تسال هسه ايش عندي سيتات بهذا الشكل، راح اقول لك عندي 3 سيتات، اي 3 و5 وبي 1 و7 و9 واليو اللي هو اليونيفرسال اللي هو كل هذه 3 و5 و11 و13 و17 و1 و7 و9، يشمل الكل. يعني هذا نسميه اليونيفرسال سيت. مفهوم واضح او لا؟ راح يكون يمكن شوي اوضح بالسلايدات القادمه، انا هم شارحه يعني راح نشوف اللي هي هذه يسموه فين دايجرام، يعني شلون نمثل السيت بالفين دايجرام. ما اعرف اذا اكو سؤال او نكمل. راح اكمل وبعدين نفتح المناقشه بنهايه المحاضره. زين الان الديسجوينت سيت. الديسجوينت سيت باختصار نقدر نشرحها انه اذا عندي سيتين ماكو بيناتهم عناصر مشتركه. يعني هسه قبل شويه شفنا باليونيفرسال سيت اي وبي ما بيناتهم عناصر مشتركه، هذا ايش اسميها؟ اسميها disjoint set. يعني
خلنا ناخذ مثال ولو شوية وبعدكم ما متعودين بس شوية لها الأمثلة نوعا ما صعبة. يعني مثلا عندي two set A و B، ال A هو بمجموع الأعداد البرايم وال B بمجموع الأعداد النوت برايم، فبالتالي ماكو تقاطع بيناتهم لأنه A B البرايم وال B ما بي برايم، فماكو تقاطع بيناتهم. تعرفون شنو برايم لو لا الأولي؟ أكيد لا. أكيد لا. شنو البرايم؟ البرايم العدد الأولي اللي هو ما يقبل القسمة إلا على واحد ونفسه، يعني سبعة برايم، لأنه سبعة ما تقبل القسمة بس على واحد وسبعة. بس من آخذ تسعة، تسعة مو برايم لأن تسعة تقبل القسمة على ثلاثة، فالبرايم هي مجموعة الأعداد اللي فقط تقبل القسمة على واحد وعلى نفسه. هذه نسميها الأعداد برايم. أوكي نكمل وبعدين نفتح. إذن ال disjoint set هي ما بينات عناصر مشتركة. زين هنا هذه التمثيل اللي قلنا عليه اللي هو الفين دايجرام، راح نلاحظ دائما السيت نمثلها عبارة عن دائرة، واليونيفرسال سيت راح نمثلها عبارة عن مستطيل. فعندنا ثلاث أشكال، شكل اللي على اليسار والشكل اللي بالوسط والشكل اللي على اليمين. زين الآن قبل ما أشرح اليونيفرسال سيت، من يقدر يقول لي شنو علاقة أي بي؟ يعني من خلال الشكل. ها العلاقة هي محتوات، كل العناصر اللي موجودة بأي هي وين موجودة؟ موجودة بي، فهذه علاقة اسمها محتوات. زين بنجي للشكل الوسطي. تقاطع؟ نعم تقاطع الوسطي؟ الوسطي معناها أكو جزء مشترك بين أي وبي، يعني أكو فد مجموعة عناصر مشتركة بين الاثنين وأكو عناصر مختلفة فتكون بهالشكل، هذا نسميه تقاطع. من نجي للجزء الثالث، شنو العلاقة؟ سميناها disjoint، يعني ما بيناتهم علاقة، يعني جميع عناصر أي ما موجودة بي وجميع عناصر بي ما موجودة بي، فبالتالي راح استخدم هذا أسميه الفين دايجرام حتى من أقدر ألقي نظرة عليه، أقدر أعرف شنو العلاقة بين السيتس. وبالتالي اليونيفرسال سيت دائما اللي هو نمثلها بمستطيل هي تحوي الكل، يعني تحوي عناصر A وتحوي عناصر B وتحتوي إلى إضافة إلى ذلك بعد أيضا مجموعة عناصر. هذا التمثيل نسميه الفين دايجرام. طبعا هو راح تلقي بيه شرح هواية، بس هو ترى إذا تفتهمها يعني العملية نوعا ما بسيطة، يعني ما بيها ذاك التعقيد. رح نجي إلى موضوع آخر اللي هو شنية العمليات اللي ممكن أن أجريها على السيت. فهنا أنا أدي مبدئيا اليونيون بهذا السلايد، وعندي الشيء الثاني اللي هو التقاطع. شوف الرمز مالتن اليونيون مثل حرف اليو هذا بالأعلى، والتقاطع هو حرف يو مقلوب. الاتحاد معناها جميع العناصر اللي تنتمي لأي وتنتمي بي، من أقول أي اتحاد بي يعني هو جميع العناصر اللي تنتمي لأي وجميع العناصر اللي تنتمي لبي أجمعهم بمجموعة واحدة مع عدم وجود تكرار. يعني إذا العنصر كان مكرر أذكره فقط شنو؟ أذكره فقط مرة واحدة. وياي؟ زين خلنا نأخذ مثال. إذا عندي الـ A هي 1 و 2 و 3 والـ B هي 2 و 3 و 4، فهنا عندي الـ 1 والـ 2 والثلاثة والأربعة، راح يصير هو الـ 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 الاتحاد مالتهم. ملاحظة كلش مهمة، ممنوع التكرار، يعني تأخذ كل العناصر اللي موجودة بـ A و B وتلغي التكرار، هذا نسميه التقاطع الاتحاد. أما التقاطع فهو فقط المشترك،
يعني أشوف العنصر A باثنين وأربعة وستة وثمانية وعشرة وB بواحد وثلاثة وثمانية وأربعة وستة، فالتقاطع مالتهم هو فقط العنصر اللي موجود بA والعنصر اللي موجود بB، فراح يكون الناتج مال التقاطع هو أربعة ستة ثمانية. إن شاء الله بالمحاضرات، إحنا اليوم شوي هذه تجربة جديدة علينا، فإن شاء الله المحاضرات الجاية أعطيكم أمثلة وأعطيكم بعد ما نفتهمها ونفتح باب النقاشات. زين، شوي هذا الموضوع الكارتيزيان برودكت اوف تو سيت شوي نوعا ما قد يكون جديد عليكم. ادي مجموعتين A، راح اشرح الاكزامبل شوي اسهل من هاي الصيغه الرئيسيه. ال A هو 87، ال B هو 2 و4 و6. اريد اجد ال A كروس B، الكروس هذا بالاكزامبل معناه الكارتيزيان برودكت. الآن هنا راح يكون عندي سيت جديد، وهذا السيت متكون من مجموعة عناصر، وكل عنصر بي زوج من الايتم. هذا الكارتيزيان برودكت. الآن كل عنصر من اي راح اخذه ويا كل العناصر من بي، يعني راح ابدي بالسبعة اخذه ويا من اخذه 7 و2 و7 و4 و7 و6. كل راح اكررها، كل عنصر من اي راح اخذه ويا جميع عناصر بي، يعني راح ابدي 7 ويا 2 و7 ويا 4 و7 ويا 6. وبعدين اذهب الى العنصر الثاني من اي اللي هو 8، ايضا راح اخذه ويا كل العناصر من بي، يعني راح اخذ 8 و2 8 و4 8 و6. فبالتالي دائما الكارتيزيان ما دام عندي تو سيت معناها راح يكون سيت جديد متكون من مجموعة عناصر كل عنصر بيها تو إليمنت. هذا هوم ورك هسه نجي نتناقش فيه، بس المهم إذا اكو سؤال على هذا الكارتيزيان، إذا اكو أحد عنده سؤال لو تريدون نكمل وبعدين نتناقش عليها كلها. ها نكمل؟ لو شنو؟ اوكي دكتور كمل كمل، انا بس لا اخاف لا اخذتكم غفوا. زين، 11 عندنا مصطلح اسمه الكومبلمنت اوف سيت، يعني الجزء المتمم للسيت. هنا لما اقول كومبلمنت لازم يكون عندك يونيفرس سيت، يعني خلنا ناخذ هذا الاكزامبل. اذا عندي اليونيفرس 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، وعندي الاي هي 1 و3 و7، فالكومبلمنت للاي هي كل العناصر اللي تنتمي لليونيفرس بس ما تنتمي للاي، يعني اخذ كل العناصر اللي موجوده باليونيفرس بس ما موجوده وين؟ بالاي. فبالتالي راح اهمل الواحد والثلاثه والسبعه من اليونيفرس واخذ البقيه اللي هي راح اخذ 2 و4 و5 و6. زين، خلينا نشوف هاي الملاحظات كلش مهمه. الكومبلمنت مال اليونيفرس دائما هي امبتي، باعتبار انه اليونيفرس هو شامل كل القيم، فماكو بعد الى قيم، فدائما الكومبلمنت مال اليونيفرس هو امبتي. الكومبلمنت وبالعكس الكومبلمنت مال امبتي هو يونيفرس. زين، كل سيت والكومبلمنت مالته ار ديسجوينت، يعني المفروض انه الاي والاي كومبلمنت ما بيناتهم تقاطع، اي عنصر ما بيناتهم مكرر، واتحادهم اثنيناتهم راح يؤدي الى انه تكون اليونيفرس. باختصار من اقول اي كومبلمنت لازم اعرف اكو شيء اسمه يونيفرس، فاروح استخرج منه كل عناصر اي اللي هو 1 و3 و7، والشيء يبقى باليونيفرس هو اسميه الكومبلمنت للاي. ها طشتوا ولا بعدكم؟ دكتور تناول ان شاء الله اليوم تخلص الملزمه مو؟ لا ماني مو شرط اخلص الملزمه، لا عندكم اسئله اني بس اريد شوي تتفاعلون وياي.
يعني ما اريد شيء بس انا اشرحه. اوكي متفاعلين ان شاء الله. متفاعلين يعني الملاحظات دكتور شويه. اي ملاحظات بس انت بس انت اسالني حتى اقدر اجاوبك. انا يعني ما مشكله اقدر اتوقف لك هسه يعني باعتبار هذه اول ملاحظه واحنا استونا متعارفين. وشويه رمضان هم الكل صايمه وجوز شويه مو كلش تركيزها قوي. ف والله دكتور مو تمام قاعد غصب مو تمام. لا شلون قاعد غصب مو لازم. مو هذا حلم يعني. على كل حال دكتور نمت بثمانية اقعد هسه يعني هسه شنو تريد غير موعد محاضره يعني تريد شوي تقدمها الصبح او كت يعني لا لا عادي ما صار عبالي تقدمها كمل احسن لي يعني كمل كمل دكتور. لا انا زين البارحه الملاحظات الدكتور فضل قلبك يعني البارحه انتم شفتوها المحاضره لو هاي اول مره تفوتون على اول مره دكتور يعني ما شفتوها المحاضره ما شفناها بس 6 اسمان 10 اشتيلي يعني اتوقع ان المرات الجايه من انطي محاضره ما حد ما حد ما يفتهم لو شنو لا لا ما حد ما يقراها قبل ما يفوت للمحاضره يعني ها اوكي يعني لازم نقراها يلا اي مو هو يفضل يعني حتى لو المحاضره الان المحاضره تكون كلها عباره عن باوربوينت افضل شوي وراح احاول اختصر لكم بها حتى الكتاب الزايد هم وراح اخليكم بها امثله لانه الامثله تكون اوكي دكتور على كيفك بالشرح شوي السرعه على كيفي زين ما خالف هذه راح اتوقف هسه اليوم من هنا اذا عندكم طيب اي اذا عندكم اي سؤال على اللي فات او خلينا نقول كالاتي تريدون تتناقشوا بنفس المحاضره ماكو مشكله تريد تحضر اسئلتك ببدايه المحاضره الجايه اللي هو كل يوم خميس راح تصير هم ما عندي مشكله فهذه تسجل لك كل شيء احنا هنا شوي عندنا ديمقراطيه يعني يعني نستشيركم بس بالنهايه احنا نمشي راينا يعني مو اوكي بالنسبه للمحاضره انت اي سؤال عندكم على اي سلايد هي المفروض موجوده يمكم ممكن اسال اذا ماكو ان شاء الله نلتقي الخميس الجاي طبعا نفس المحاضره راح ازيد عليها بعض النقاط حتى احتمال المحاضره الجايه راح نكمل السيت بسرعه نكمل السيت ما عندنا مشكله دي وهو هذا يمكن في الموضوع بسيط تقدر تضمن عنده درجه يعني كامله حرامات الموضوع بسيط ومفهوم يعني واضح يعني بس كنت تقروه يعني ها اكو سؤال لو تقدم على كيفك ويانا لا لا اكيد اكيد لا لا تخافون اكيد لا لا تخافون لا تراني حباب ترى بس هذا الهوم ورك هذا الهوم ورك حتى يخوف لا لا هسه انت عفوا من الهوم وركات هسه بس اريدك هسه عفكم من الهوم وركات راح اعطيكم هوم وركات هواي نتناقش بيها المطلوب من عندكم لا تحل هوم ورك تقدر تحل حله ما تقدر تحل لا تحله ما عندي مشكله الاسبوع الجاي اريده من عندكم هذا الحكي شويه يعني خصص له فد نص ساعه بس اقرا الامثله يعني اعرف شنو المصطلحات لانه شوي من نبني نتعمق على المصطلحات المفروض انت موجوده ببالك يعني ونفتح موجوده ان شاء الله ربع ساعه من الاسبوع الجاي نفتح شنو المشكله اللي عندكم واول كم محاضره هم راح اطول خلقي وياكم يعني ما اريد اضغط عليكم اي والله دكتور اي والله هم صيام الله الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مراحة. اذا ما عندكم شيء حتى ننهي المحاضره ان شاء الله ما عندنا شيء دكتور اكيد هو ما عندكم شيء فان شاء الله ايوه اسبوع الاخ بالخميس نفس الموعد بس نبقي بمناقشه صغيره على هاي المواد ونكمل ال يلا شكرا جزيلا لا شكرا جزيلا للدكتور الله يخليكم تسلم يا طيب